مجمع البرلمانات الآسيوية المنعقد في مدينة إصفهان الإيرانية طغت عليه تطورات الأحداث في الشرق الأوسط رغم كل التحديات التي تواجه آسيا. بعض دول العالم ومن خلال السياسات القمعية ومحاولات زعزعة الاستقرار التي تمارسها ضد البلدان الآسيوية تسعى لكي لا تأخذ هذه القارة دورها الحقيقي على الصعيد الدولي، وآخر هذه المحاولات هو اختراق طائرة تجسس أمريكية للأجواء الإيرانية. فلسطين وإن غابت عن اجتماع الآسيويين لكنها حضرت بقوة في جدول أعماله، وخلافا لرغبة بعض المشاركين شدد البيان الختامي على حق الفلسطينيين في مقاومة المحتل وتقرير المصير. ولأن المؤتمر يتزامن مع جهود لتمرير صفقة القرن فقد نالت ورشة البحرين النصيب الأكبر من المواقف. لن ينجح أي مؤتمر مهما كانت الملايين التي يريدون أنفاقها. كوشنر يمثل دولته لا يمثل العالم، يعني هذه امور يعني سواء اذا كانت هناك دوله او دولتين ترى هذا الامر، هي لا تمثل دول العالم. فلسطين ليست للبيع، فلسطين لاهلها وستعود الى اهلها، ولن تنجح محاولات الولايات المتحده الامريكيه. اصوات عربيه اسلاميه اسيويه تقول انها ستاخذ صدى اكبر قريبه، فالمجمع سيتحول الى برلمان يمثل اغنى قارات العالم وأكبرها مساحة وسكانة. قد تمثل استضافة هذه الاجتماعات جسرا مهما لتعزيز التواصل بين إيران والدول الآسيوية، ولا سيما في مرحلة حساسة راهنة تبدو فيها طهران أكثر حاجة للالتفات إلى محيطها تفاديا للعقوبات الاقتصادية كواحدة من أبرز استراتيجيات المواجهة مع أمريكا. أحمد البحراني، أصفهان، الميادين.